خلينا نروح للسياحة الدينية ومسار العائلة المقدسة تحديدا، وواحد من أهم المسارات اللي هيكون ليه دور مهم في إضافة وجهة سياحية جديدة لمصر. خلينا نعرف تفاصيل أكتر عنه. أنا مع التليفون الأستاذ نادر. صباح الخير على حضرتك يا فندم. صباح الخير يا جمانة، صباح الخير يا محمد، صباح النور يا فندم، وصباح الخير لكل مشاهدين كل الكرة. زي ما جمانة كانت بتقول، مسار مهم جدا العائلة المقدسة. الدكتور وائل قال لنا خبر كويس، قال لنا انه التجلي الاعظم في سانت كاترين خلاص يعني شرف على الانتهاء، وده نقطة مهمة. عندنا التجلي الاعظم في سانت كاترين وعندنا مسار العائلة المقدسة، ازاي ممكن استثمار ده في جذب مزيد من السائحين المهتمين بهذا النمط من السياحة، السياحة الدينية. كويس قوي. هو يعني منظمة السياحة العالمية لما بتيجي تصنف تعداد السياح اللي بيزوروا العالم، زي السنة اللي فاتت زار العالم 1.4 مليار سائح. في بيوت خبرة بتصنف الأعداد دي اندرجت تحت أني أنماط. صحيح. وجدوا إن 27% من إجمالي عدد السياح دول بيندرجوا تحت شريحة السياحة الدينية عموما. السياحة الدينية ده نمط مهم جدا، و27% ده يعني نسبة كبيرة جدا. ومصر لو ما جددتش الانماط اللي بتشتغل عليها كسياحه مش هنصل بالاستراتيجيه المرجوه ل 30 مليون سايح الا بتنويع الانماط. السياحه الدينيه زي ما احنا بنشوف في السعوديه بيستهدفوا في 2030 30 مليون ما بين سائح. صحيح. للعمره والحج. 30 مليون ده رقم بس للسياحه الدينيه، ده رقم كبير جدا. نمط السياحه الدينيه في مصر، احنا عندنا من الكنوز ومن الحاجات اللي ربنا حباها كميزه تنافسيه مصر بتتمتع بيها دون عن اي بلد اخرى في العالم، زي التجلي الاعظم، زي مسار العائله المقدسه، زي مسار آل البيت. طب. زي ظهورات السيدة العذراء اللي تجلت على كنيسة السيدة العذراء المطرية. وفي المطرية طبعا. فالأنماط دي أنا الدولة ابتدت تهتم بيها منذ تولي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مخاليد حكم البلاد، وأولى هذا النمط اهتمام بالغ. الوزارة مشكورة بترمم المحطات المسار، لأن كلها محطات من القرون الأولى، وعملت في ده عمل جليل. الطرق دلوقتي اللي بتأدي إلى المحطات هي طرق ممهدة وطرق كويسة جدا، تسمح بمرور حافلات السياحة لزيارة هذه المحطات. مش كل المسار، لأن في بعض محطات لم تطلها التطوير بعد، لكن إحنا لما بنتكلم على المسار بنتكلم على أحد أهم محطات المسار. انت عارف ان محطة واحدة زي محطة المختص في نهر الأردن دي بيزورها في السنة 1.5 مليون سائح. لا، هو مشروع كبير جدا يا فندم الحقيقة. صحيح. يعني زي ما حضرتك تفضلت، هو مشروع بكل تأكيد كبير جدا، لكن دكتور وليد كان بيتكلم معانا انه تقريبا خلاص المشروع تم الانتهاء منه، فعايز اعرف من حضرتك احنا وصلنا فين في مشروع مسار العائلة المقدسة، وامتى من المتوقع ان يتم افتتاحه؟ طيب، مسار العائلة المقدسة ده نمط من السياحة الروحية، اللي الزائر اللي بيجي يزور هذا النمط ده بيبقوا كبار سن، مرضى مسنين، بيجي يتباركوا من هذه الاماكن. الاستاذ وائل يمكن بيتكلم على ترميم المواقع، تم ترميمها بالفعل، الطرق ممهده بالفعل، لكن احنا ينقصنا بعض امور بسيطه جدا تتماشى مع احتياجات هذا النوع من الزائر علشان نستوفي احتياجاته اسوة بما يحدث في اللورد، بما يحدث في سانت فاطمة، بما يحدث في البلاد اللي سبقونا في هذه الأنماط. ودي احنا شغالين عليها يعني بالتعاون مع أجهزة الدولة. ميعاد افتتاح أو الإعلان عن افتتاح هذا النمط ده يسأل عنه الحقيقة الجهات المعنية، مش أنا يعني، لابد أن يكون. لا، لو عند حضرتك لا، يعني كان سؤالي في إطار إن لو حضرتك عندك معلومة. لا، الحقيقة لا، لم يعلن بعد عن التاريخ المحدد لافتتاح هذا النمط. طبعا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا السيد نادر جرجس، خبير سياحي وعضو غرفة شركات السياحة، شكرا لحضرتك يا فندم.